بالكرة. فرصة للتسديد. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. في كل وسام بن ياد بيعدي فيها يتقدم. محاولة هدف تقدم. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم وسط هذه الأجواء المثالية لممارسة كرة القدم، وكل شيء جاهز لهذا اللقاء. وكالعادة معكم من كبيرة التعليق فارس عوض وتغطية لمجريات اللقاء. لحظات وتنطلق المباراة في بطولة دوري 48 ساعة لأبطال فوت. فريق رويالز في مواجهة يونايتد. فرصة أمام أصحاب الأرض اليوم من أجل التقدم في الترتيب العالمي وإسعاد جماهيرهم. الأمر متاح مع بعض الجهد والتركيز، أكيد هذا أمر يسعد الأنصار والعشاق. بتدخل قانوني يفتك الكرة في 18. جيتسون فرنانديز، الكرة عند رونالدو، كريستيانو رونالدو، راشفورد، بتروح الكرة، ينطلق بالكرة الخطيرة، ما زالت هناك خطورة. الله، هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. كوينسي بروميس، وسام بن ياد، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. هدف يأتي، مستحيلة هذه الكرة. الله على الجهد المبذول، الله على الإصرار. أي ضغط عالي كان في اللقطة الماضية، استخلاص الكرة ووضع الكرة في الشباك. بيرلا ميندي، فريد، تحرك هجومي من يونايتد في هذه اللحظات.
فرانكي دي يونغ. ملعوبة إلى ديمبلي. وسام بن يدر. تمريرات بشكل سليم، نقلات، تفاهم كبير بين اللاعبين في أرضية الملعب. أوه، هدف ثاني يأتي سريعا. لا يرحمون، لا يتراجعون، يبحثون عن الفوز، يرغبون في قتل هذه المباراة. الله على هذه الضربات. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. فتح اللعب على الأطراف. فرانكي دي يونغ. بتروح إلى لوكا. دي يونغ. تحرك هجومي من جانب رويالز الآن. تمرير الكرة باستمرار، إرهاق الخصم في سعي خلف الكرة. مع الوقت تأتي الفرصة المناسبة من أجل الضربة القاضية. ماركوس راشفورد. كايل ووكر. خطرة هذه البينية. شوارع في الدفاع، كرة خطيرة هنا. والكرة في المرمى الخالي بدون دفاع، لا حارس مرمى. الكرة تتهادى للمرمى وتحرك الشباك. أي تقلبات، أي تحولات، الفريق الآن ينجح في التعادل من جديد. بن يدر يتقدم، يتوغل. الله على الثقة. فريد. راشفورد. الآن مع كريستيانو رونالدو. مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير. راشفورد بيلعب لكرة. الله على التنفيذ. كرة كم ممكن تحرك الشباك. يا سلام على هذه الكرة الحرة. شوف الإتقان، شوف اللقطة، شوف الدقة. قريبة كانت. يا الله على هذه الكرة. الحكم يحتسب ركلة حرة. بينفذها بشكل قصير. لوكا مودريتش. وسام بن يدر. كرة أخيرة للتقدم الآن. وسام بن يدر. كرة بتتخلص. برافو للمدافع في التغطية. ضغط ناجح في الأمام. مودريتش. فرصة الآن. إنسو فاتي. بمبدأ الأمان خلص المدافع. ماركوس راشفورد. طرف الملعب متاح للتقدم. يستخلص الكرة الآن. تدخل قوي لكن بدون أخطاء. الكرة الآن مع الفريق الخصم. راشفورد. وصلت لكريستيانو رونالدو. الله عليك، الله عليك. الأهداف تسجل بهذا الشكل. كرة القدم تلعب بهذا الأسلوب. لكن فيها راية. راية تأخرت في اللقطة الماضية. هدف يلغى في هذه اللحظات. الكرة في المرمى. بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري. مباراة لن ينساها أبداً. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين. هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. خوسيه ماريا خيمينيز. لاعبو الفريق المتقدم يحاولون كسب الوقت والكرة أيضا بحوزتهم، والاحتفاظ بالكرة في وسط ملعبهم يخدم مصالحهم بكل تأكيد. بروميس. ألم مع خيمينيز. بتروح الكرة من ألبا للفريق الخصم الآن. تقدم للأمام من كريستيانو رونالدو. ممكن التعادل. يا رباه هدف.
في التعادل. هذا أفضل وقت يمكن أن تعدل فيه النتيجة مباشرة قبل الذهاب لغرف الملابس. تذهب بمعنويات كبيرة، لكن أيضا هناك خيبة أمل في المعسكر المضاد بسبب وقت استقبال هذا الهدف. الحكم يقر إضافة دقيقة واحدة للمباراة. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. الشوط الأول ينتهي 3-3. لن نعود مع حضراتكم عن طريق الشوط الثاني من هذه المباراة، ولتقع ضمن إطار منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة، يمنع عبور التصويبة. تمريرات سليمة من الفريق. تقدم يأتي في هذه اللحظة، سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم، ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. أهداف كثيرة في مباراة اليوم، تتكلم عن 4-3 حتى هذه اللحظة. تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. إنسو فاتي، لوكا مودريتش، عثمان ديمبلي. الكرة مع راموس، سيرجيو راموس، فرانكي دي يونغ. خيسوس نافاز، ملعوبة إلى راموس. الآن محاولات من الفريق المتقدم لجذب الخصم لوسط ملعبه ومن ثم إيجاد المساحات. جوردي ألبا، بروميس، لوكا مودريتش، خيسوس نافاز. تمرير على طرف الملعب. ضاعت الكرة من جانب رويالز. فريد، يونايتد يبحث عن طريق المرمى. راشفورد، وصلت الكرة إلى ووكر. فريد إلى مع كريستيانو رونالدو، يفقد الكرة. فرصة الآن لكرة مرتدة. ينتهي الهجوم المرتد مشاهدينا، فرصة كانت خطيرة لم يحققوا شيئا منها. صعب على جوردي ألبا. بيلعب لك كرة بينية. حلوة الكرة البينية. بيلعب لوب. يا رباه، ممتازة هذه اللقطة، جيب من فوق حارس المرمى. شوف وعيد اللقطة، شوف الجيب، شوف كيف راحت، شوف التنفيذ، شوف الدقة، شوف حلاوة الهدف. يا سلام على لقطة، الله على الكرة. جوردي ألبا، ملعوبة إلى جوردي ألبا. الكرة في التماس الآن. ماركوس راشفورد، كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة.
شوف الكنترول، شوف التحكم، انطلق فيها، تقدم فيها. العرضية كانت ضعيفة، يخرج المنافس. كرة بينية خلف المدافعين. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل، وبالتالي لا خطورة على المنافس. بروميس، سيرجيو راموس، دي يونغ، بتصل إلى خيمينيز، إنسو فاتي. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. مضطر للعودة من أجل الكرة. فريد، وصلت لكريستيانو رونالدو. فدائية من حارس المرمى، أي شجاعة في اللقطة، أبعد الخطورة من أمام المهاجم. فرصة للهجمة المرتدة الآن. عمر سومة، فريد، كرة بتروح لراشفورد. يا سلام، حلوة البينية. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب جوردي ألبا. إنسو فاتي، مساحة موجودة على الأطراف. أدى فيها بشكل ممتاز، تحكم سليم في الكرة. يا رب، ضربة رأسية تحرك المرمى. بيلعب لك كرة بينية، بيلعبها لوب. يا رباه، ممتازة هذه اللقطة، جب من فوق حارس المرمى.